صباح الخير لكل المشاهدين بلبنان والعالم، برحب فيكم بحلقتنا لليوم من برنامج الحدث، اليوم الاحد 19 تشرين الاول 2014. ولكن في انتظار وصول ضيفنا المحامي كريم بكرادوني ننتقل مباشره الى الزميله كلارا جحا وموجز لاخر واهم الاخبار. شكرا لك كاترين، أهلا بكم مشاهدينا من جديد. يستكمل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملاط جولاته المناطقية، ومحطته اليوم منطقة خلدي، حيث تشمل لقاءاته في المنطقة اجتماعا يعقده مع فعاليات عشائر العرب على أن ينتقل إلى عرمون ويقوم بست زيارات لعائلات المدينة. ويرافق جملاط نجله تيمور ووفد من جبهة النضال. ويركز جملاط خلال جولته على توجيه دعوة إلى ضرورة حماية الاستقرار وحفظ السلم، ويدعو إلى الوقوف إلى جانب المؤسسة العسكرية لأنها الضمانة الوحيدة لحماية الأمن في لبنان. دهم الجيش اللبناني أماكن سكن نازحين سوريين في البساتين في منطقة علمان الشوف، وألقى القبض على عدد من المشتبه فيهم. وفي منطقة عرسال وبنتيجة الرصد والمتابعة، أوقفت قوى الجيش المدعو صالح مصطفى عامر من التابعية السورية والمطلوب توقيفه لإقدامه في وقت سابق على شهر سلاح حربي في مدينة بعلبك وتهديد مواطنين. وقد اعترف أثناء التحقيق معه بانتمائه إلى أحد التنظيمات الإرهابية وبمشاركته ضمن مجموعة مسلحة في مهاجمة مركز الحصن التابع للجيش خلال شهر آب الماضي وقتله أحد العسكريين. نقل زوار رئيس الحكومة تمام سلام عنه قوله إن سلام يشعر بأن البلاد تعيش في دوامة لا أحد يدري متى تتوقف وإلى أين يمكن أن تأخذها، معتبرا أن الوضع في لبنان لا يحسد عليه وغالبية الملفات مكربجة ومعطلة. وأشار سلام كما نقلت النهار إلى أنه على الرغم الجهود المبذولة من أجل معالجة ملف العسكريين المختطفين لدى تنظيمي داعش وجبهة النصرة فإن أي معطيات لم تتبلور بعد. وطرح زوار رئيس الحكومة علامات استفهام وتشكيك في الوساطتين القطرية والتركية اللتين تتحركان تارة ثم تتعثران طورا بحسب النهار. حذر مدير عام مصلحة الأبحاث الزراعية العلمية ميشيل فرام من اشتداد تأثير المنخفض الجوي التركي المنشأ التي ستشهد مزيدا من الأمطار الغزيرة وخصوصا في شمال لبنان، وقد تكون أغزر من الليلة السابقة التي شهدت سيولا. ونبه فرام من رياح شمالية غربية باردة ورطبة قادمة عبر تركيا تتسبب بطقس غير مستقر مع رياح قوية خصوصا على السواحل وانخفاض درجات الحرارة مع تساقط برد. كذلك نبهت المصلحة من حدوث السيول خصوصا شمالا، محذرة أصحاب البيوت البلاستيكية وصيادي الأسماك من الرياح القوية. يقوم الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير اليوم بجولة تفقدية لمعاينة الأضرار التي خلفتها العاصفة الممطرة التي حصلت الليلة الماضية في العديد من المناطق الشمالية ومحافظة عكار. وستكون المحطة الأولى في بلدة المني والمحطة الثانية في بلدة ببنين عكار، ومنها ينتقل إلى بلدة برج العرب. شنت طائرات التحالف الدولي 6 غارات على الأقل على أهداف لتنظيم داعش في مدينة عين العرب كوباني شمالي سوريا فجر اليوم، في حين صد المقاتلون الأكراد هجوما جديدا لمسلحي التنظيم على معبر حدودي مع تركيا. وأفيد بأن غارات التحالف استهدفت الحي الصناعي ومحيط سوق الهال في المدينة. في المقابل أرسل تنظيم داعش تعزيزات جديدة إلى كوباني شملت مسلحين وذخائر. وأشارت مصادر كردية إلى أن التنظيم كثف مساعيه من أجل السيطرة على البوابة الحديدية بين كوباني وتركيا، إلا أن القوات الكردية صدت الهجوم ولا تزال تسيطر على المعبر.
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر طائرة قيل إنها تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية تحلق على علو منخفض وتهبط بمطار الجراح الذي استولى عليه التنظيم منذ أشهر. وكان المرصد السوري قد أفاد سابقا أن داعش أصبح يمتلك 3 طائرات حربية قادرة على الطيران والمناورة، ويعتقد أنها من نوع ميج 21 وميج 23. وأشار المرصد إلى أن ضباطا عراقيين سابقين وهم عناصر من تنظيم داعش حاليا يشرفون على تدريب المزيد من عناصر التنظيم أصحاب الخبرات على قيادة هذه الطائرات من خلال دورات تدريبية في مطار الجراح العسكري في ريف حلب الشرقي، والذي يعد أهم معسكرات داعش في سوريا. أثارت جماعة تدعى الكفن الأبيض الذعر لدى عناصر تنظيم داعش بسبب ملاحقتها له وقتلها حتى اليوم. مشاهدينا، نعتذر عن هذا الخبر وننتقل إلى جولة النائب وليد جملاط. جمال عبد الناصر انطلق ضروريا وانطلقت لاحقا فلسطينيا وانطلقت تقدميا من أجل الوصول إلى وطن تسوده العدالة، لكن لم نستطع حتى هذه اللحظة. ولست إلا هنا اليوم إلا لأفتخر بهذا اللقاء وأشكركم يا أهل النخوة والكرم والبطولة والرجولة. هنا في مثلث خلدي كنتم الأوائل في صد العدوان الإسرائيلي، ودائما هذه المنطقة عرفت بأنها كانت ترد الغزوات، كانت حماد الثغور. أنتم الشهيرة وهزمتم الإسرائيلي. وللتذكير لم يدخل الإسرائيلي آنذاك إلى بيروت إلا بتسوية سياسية وبالغضب. كانت معركة خلدي وكانت معركة المتحف، ولم يستطع الإسرائيلي أن يدخل شبرا واحدا. لاحقا بعد رحيل المقاومة الفلسطينية كان الغدر ودخل الإسرائيلي، وكانت المأساة مأساة صبرة وشتيلة التي حصدت المئات من اللبنانيين والفلسطينيين. ما عساي أقول اليوم، فلنحافظ قدر الإمكان على وحدتنا الوطنية آخذين مع الاعتبار الخلافات السياسية الكبرى، لكن فلنقف جميعا وقفة واحدة وراء الجيش الذي يخوض معركة قاسية جدا، لكن هذا الجيش بحاجة إلى حصانة سياسية. قبل الدبابات وقبل الطائرات وقبل كل شيء بحاجة إلى حصانة سياسية، لأنه نرى في كل أسبوع شهيد أو شهيدان من الجيش في غير الموقع المطلوب. لذلك الحصانة السياسية والحد الأدنى من التوافق على دعم هذا الجيش، تحصين هذا الجيش سياسيا، هو المهم. شكرا على هذا الاستقبال، شكرا أبو ديد، شكرا حضرات المشايخ، شكرا لأهل النخوة والكرم، والسلام عليكم. برحب فيكم من جديد مشاهدينا، وارحب بضيفي المحامي كريم بكردوني. صباح الخير استاذ كريم، اهلا وسهلا فيك. يعني حتى اليوم بلشنا شوي مخرين بسيطه، ولكن حق علي بسيطة. أهلا وسهلا فيك. رح نحاول قدر الإمكان يعني بما تبقى لنا من وقت أنه نقدر نعمل جولة سريعة على أبرز الملفات والمحاور اللي كنا محضرين لهذا النقاش. وأبدأ بصورة عامة عن المرحلة التي يمر بها لبنان، الأفق المسدود على جميع المستويات إلا المستوى الأمني اللي هو مفتوح على كل الاحتمالات. هل هي مرحلة طبيعية أو تأثر طبيعي يمر به لبنان في محيط مشتعل، أم هي فعلا مرحلة أكثر خطورة مما يتحسس البعض؟ وقد يكون النائب وليد جملاط وجولته يلي كنا كمان عم نشوفها من شوية ومواقفه وزياراته الأخيرة فعلا تستشعر هذا الخطر، وربما تكون مرحلة ما قبل الانفجار. أولا ما بتمنى أن نكون ما قبل الانفجار يعني، بس يلي بقول أنه لا شك نحن في مرحلة خطر. نعم. الخطر يلي بيحيطنا لبنان ما بيقدر يتجاهل كل اللي عم بيصير حواليه، لبل هالخطر دخل إلى أرضنا. يعني لحديت أول السنة ما كان هذا الخطر داخل أرضنا، اليوم دخل عرسيل، بريتيل، منطقة البقاع، دخل الخطر إلى بس بعده عند الحدود. يعني البعض يستبشر خيرا بهالأمر حتى ولو كان سيء، ولكن يعني
كان يمكن أن يكون أسوأ. مظبوط. اعتقادي أنا أنه حركة داعش بشكل عام فيها تتحرك مطرح ما عم تتحرك يعني بمنطقة البقاع، ولكن لا أتوقع أنه يمكنها الامتداد إلى مناطق الساحل ولا قدراتها يعني عددها فيها تنتشر هالانتشار، ولا الجغرافيا بتساعدها. يعني مسكرة تقريبا المنطقة هونيك، وأنا اعتقادي أنه رح تضل في مشكلة عندنا فوق لأنه مصممة داعش عليه، ولكن هذه المشكلة أنا لا أتوقع لها أن تتمدد وتتحول إلى يلي بذكرتنا دائما منخاف فيه، الحرب 75. صحيح. أنا لا أرى حرب 75، متخوف جدا. أين الحصانة من عدم العودة إلى زمن الحرب؟ كل المقومات موجودة. حصانتين يعني أنا تجربتي بالهيد حصانتين. واحدة من أسباب أنه 75 بلشت أنه الجيش كان معطل، الجيش كان في ثكنه وكان ممنوع أنه ينزل الجيش، وبالتالي كانت القوى المتقاتلة وجها لوجه. اليوم لا، الجيش هو اللي عم بيقاتل، مدعوم من حزب الله، مدعوم من الشعب قبل الكل. اليوم في التفاف شعبي حول الجيش لا مثيل له، وبالتالي هذه نقطة مركزية تغيرت بالنسبة لل 75. النقطة الثانية المركزية أنه الظرف الدولي كان إذا بدك محافظ على الاستقرار بكل المنطقة، وتارك لبنان بؤرة خلينا نقول كل عدم الاستقرار. يعني كل المشاكل اللي كانت بالمنطقة كانوا يبعثوها للبنان، صب في لبنان. في حين هلأ بالعكس في ظرف دولي عم نشعر أنه المشاكل مطروحة بالمنطقة، ولكن في حماية ما، مظلة ما عم تحمي. هل أنت من المؤمنين يعني بأنه هناك فعلا أنا مؤمن بالجيش. مظلة دولية؟ لا، أنا أول شيء مؤمن بشيء بإيدنا يلي اسمه الجيش، والتفاف الناس حول الجيش. في التفاف الناس، بس هل في التفاف سياسي حقيقي وفعلي حول مؤسسة الجيش؟ عم بحكي عن الناس. هلأ في، أنا بعرف أنه القصة داعش طارحة موضوع عند السنة، وفي خلاف داخل السنة في هالمسألة، وقد يكون بكرة صراع سني سني. يعني أنا بعرف، يعني أنا واعي لهاي، ولكن بقول بشكل عام السنة يعني حتى الشعب السني أنا ما بعتقد بده حرب، وما بعتقد اليوم رايحين على اتجاه أنه بده يواجهوا الشيعة مثلا. يعني قصة السنة الشيعة السنة الماضية كانت الوتيرتها أعلى، اليوم خفت أنا برأيي. وبالتالي أنا أعتقد أنه في جيش حامل، وبوجود الجيش ما ممكن ولا تصير سني شيعي ولا تصير سني سني. حتى لو رجعنا شفنا بآخر مرحلة عاد التوتر على الأقل في المواقف بين حزب الله وتيار المستقبل. صحيح صحيح. يعني سمعنا بالأمس أيضا وزير الداخلية يعني عم بيقول لا نريد أن نتحول إلى قادة صحوات لكي نحمي أنفسنا كما يحصل في العراق. شوفي، أنا بدي أذكر أولا بقول سعد الحريري، هلا رح أوصل على يعني سعد الحريري كان موقفه مريح جدا عندما قال أنا أقاتل داعش، وكل واحد من المستقبل بحس حاله مع داعش يترك المستقبل. يعني كان بس بالوقت نفسه عم بيدين كمان تدخل حزب الله. يعني لا، واضح واضح بهذا الشأن. هلا طرح وزير، لأنه ما زال حكيتينا عن وزير الداخلية، أنا مبارح كنت غير مطمئن لهذا الطرح عندما سمعته، يعني أقلقني لأنه بالصورة اللي أنا فيها أنه الجيش متماسك ومحاضر، في شيء من توافق داخلي ودولي أنه نحيد لبنان. إجت كلام وزير الداخلية كلام في غير محله، يعني الكلام عن الصحوات، ما هيك حكي عن الصحوات بالعراق. نرفض تحويلا إلى قادة صحوات لتأمين الأمن على جزء من لبنان فيما بقية المناطق فالتة. خلينا نقول ما يلي. الصحوات، أنا عم بستعمل كلمة من التجربة العراقية. الصحوات إجيت من بعد ما قرر الأمريكان يسرحوا الجيش العراقي. الصحوات خرجت من خلال أنه لما انفرطوا الجيش طلعت الصحوات يلي بلشت كل منطقة تستلم أمنها وأمينها، والقتال يلي صار وصولاً إلى وصولاً آخر التطور. اليوم بالعكس بلبنان، مش الصحوات هي يلي مستلمة،
الجيش اللبناني هو يلي عم موجود وعم بيقوى أكثر وأكثر. اليوم الجيش اللبناني أقوى مما كان عليه، اليوم في اتفاق بتسليحه، اليوم في الاتفاق عليه يتحرك بكل المناطق. أنا بعتقد صورة الصحوات بعيدة عن لبنان، هيدي وحدة. هلأ الأمر الثاني أيضا يعني مشان نكفي الصورة، مش بس قصة صحوات، يعني في كمان أنه هو وزير بحكومة يلي عم بيحكي انه صحوات قاعدين شركة هنويه. يعني هذا الكلام لازم يكون داخل مجلس الوزراء مش على المنابر، خاصة انه هو وزير بعد ناقصه مجلس الوزراء. يعني ما ايه مواضيع تفجيرية اكثر من يلي عم تتفجر بالاسبوع. لا لكن منفجرها بالمنابر عمالك، انتبه خلوه يضلوا يفجروا مشاكلهم. ليش بدي اقول فجروا؟ يتناقشوا بمشاكلهم، يجادلوا قد ما بدهم. مش بالضرورة انا مختار بلبنان، مش بالضروره كل المشاكل لها حل، في مشاكل لا حل لها، يجب ان نعرف كيف نتعايش معها، مش نفجرها، يعني مش ننقلها من مجلس الوزراء من طاوله الحوار او طاوله القرار الى المنابر والى الشارع. انا ماخذي على الوزير المشنوق انه هالامر هيدا يبحث بمجلس الوزراء. شو يلي خلى الوزير المشنوق يعني بهذه المناسبه هذا الامر تطلق. هذا الامر مش جديد، هذا الامر بحث انطرح بال2006. الرئيس نبيه بري عمل طاولة حوار من أجله، بحثوا من 2006 مدري لأمتين ضلوا يبحثوا بهذا الموضوع، وتقرر أنه هذا موضوع خلافي ما بنقدر نحله، وبالتالي نتركه لطاولة الحوار ونجنبه. اليوم موضوعنا حزب الله أو داعش، خلينا نحكي عمليا، يعني لما منكون نحن كلنا مجمعين كلبنانيين على موضوع داعش، مواجهة داعش، نجي منفتح ثغرة اسمها حزب الله مشان شو نعمل؟ نحرف ال نحرف الإجماع. نحن مجمعين ضد داعش صحيح، ولكن ما في إجماع على كيف فاتت داعش لعنا. اليوم في فريق سياسي لبناني يعتقد أنه حزب الله هو الذي استجلب داعش إلى الداخل اللبناني، يعني وهذا تصريح ومواقف عم نسمعها يوميا. شوفي حتى سمعناها مؤخرا من الرئيس سعد الحريري. معك حق وبرافو عليك أنه عم تشيري لي. شوفي بس خلينا نرجع بالتاريخ بالتواريخ. يلي فاتوا على سوريا هو بخرة لطفلة قبل ما يفوتوا، امبارح فاتوا حزب الله يعني هذه السنة، في حين بلشوا يفوتوا الإسلاميين والحركات الإسلامية من 2012 لبل من قبل. لطفلة إذا ذاكرتي منيح لنكون بنيسان، نيسان 2012 ألقي القبض على باخرة طويلة عريضة نقل سلاح ورايحة وفاتي، إضافة إلى المال اللي كان عم ينتقل من لبنان إلى سوريا لتمويل المعارضة. إجت فئة لبنانية تانية تروح تساند النظام، بس إجت كردة فعل على فعل سبقة، ولسبب ما فينا نقول حزب الله وحده عم بيتدخل بالشأن السوري. قبله دخل وبعدهم عم بيروحوا لحد هلا غير حزب الله لسبب. خلينا نقول بس افضل شيء ان يخرج الجميع من سوريا ونعود الى لبنان. هذا اذا هذا اللي عم بقوله المستقبل عملي. نحن مش مختلفين مع المستقبل، مختلفين مع القصه انه عم نتهم دائما بنشوف انه حزب الله هو المسؤول بخطاب المستقبل، انه حزب الله هو مسؤول وغيره مش مسؤول، وكانه لو ما كان حزب الله دخليك في حزب الله كان بنينوى، في حزب الله بالموصل. هل بدي صدق انا انه مشروع داعش بس فات على لبنان بسبب حزب الله؟ شو فوت بقولوا لك هونيك في ايران كمان معلش والمالكي معلش يعني معلش كمان نفس يعني المحور عم نشوف داعش داعش بدها تفوت على كل المحاور يلي فيها يلي فيها تفوت عليها، يلي معروفة هي داعش مشروع إقامة دولة. عندهم مشروعهم الجماعه، ولازم نصدقهم أنه هن مؤمنين بمشروعهم، مش نتعامل معهم هيك. هن مؤمنين أنه في دولة يجب أن تقوم، عراق، فلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، وعم بيشتغلوا على هالخمس دول. الأردن بعدها محيدة الحديث بغض النظر عما إذا كان حزب الله مشاركا أم لا. كان إذا كان حزب الله ليش حزب الله موجود أو غير موجود، هن عندهم مشروع إقامة دولة إسلامية في هالخمس دول، هذا مشروعهم وعم بيعلنوه. هلأ نحن بلبنان عم نلاقي حجج ضد بعضنا. لحلك مشكلتنا بلبنان أنه أمام خطر كبير
ما بنعرف نوحد حالنا، هاي وحدة من المشاكل الكبيرة. عادة الدول لما بيجي مشكل خارجي بتتوحد، لما بتخلص من المشكل الخارجي بيرجعوا على مشاكل، بيرجعوا على مشاكل. نحن بيجي مشكل خارجي لا مندخله بمشاكلنا الداخلية ومنتصعد بالمسألة. أنا بعتقد نحن ما عندنا مصلحة هلا نفتح موضوع حزب الله فيما داعش عم تخطف. يا حني امبارح بعدهم مغتلين 2 جنود يلي يعني جمال الهاشم وقبلوا عيسى، يعني هودي جنود شو خصهم يجوا يقوصون على الطرقات، في مخطوفين 40 بعدنا خاطفين عساكر وجنود ما بنعرف وينني، والأمهات بعدها على هالطرقات عم تبكي وعم تحط صور أولادها. إذا نؤجل طيب الخلاف حول طبعا الموضوع. أنا برأيي في أولويات بهالدنيا ولازم نكون واعيين في أولويات. الأولوية الأولى اللي هي خارجية ومش لبنانية هي داعش، في حين بعدين بتقولي لي ما في مشكلة اسمها حزب الله، بقول لك إيه هذه مشكلة لبنانية لأنه حزب الله لبناني، واثنين معلقة واتفق على أنه تعليق الأممليك حزب الله من سوريا يجب أن يؤجل. أنا برأيي الآن ما يجب أن نقوم به، أنا برأيي أولا في خلاف حول إذا لازم يفوتوا مع سوريا أو ما لازم يفوتوا مع سوريا، ما هذا نقطة خلاف لبناني. أنا بتصور أنه هذه الحكومة حكومة وحدة وطنية، هناك يجب البحث. ما بتكفي عملوا رجعوا على طاولة الحوار يلي قال الرئيس نبيه بري، لأنه ما عم يسترجوا يطرحوا مواضيع بهذه الحكومة من نزيل القصة خوفا على الحكومة ايه وعلى وحدتها ايه، لأنه ما بقى في غير هالمؤسسة ايه بس الأخطر القريب. كمان الأخطر أنه نقاش اللي لازم يصير بالحكومة نزلوا على الشارع على المنابر. يعني لما امبارح وزير الداخلية هذا الكلام يحكيه هو فنيش، ما فنيش قاعد بوجهه، ما هو قادر يعملوا اجتماعات كوزير داخلية قادر يعيط لمين ما كان ويجمعهم ويقول لهم ما بنقدر نكمل هيك ويقول لهم كل هالكلمات صحوات أو غير الصحوات ويبحثوا خارج. اليوم التصعيد شو يعني؟ بهدد الحكومة مش بيحمي الحكومة، بهدد الأمن مش بيحمي الأمن. والوزير الداخلية مسؤوليته شو؟ الأمن. للي حكيم بيريح أنا برأيي ما بيحفظ أمن لبنان. اليوم أنا بقول لك بين خطاب مبارح واليوم أنا صرت قلق على الأمن في لبنان. يعني قبل هذا رغم الخطاب وجود المظلة الدولية طبعاً اللي سبق وتحدثت عنها، رغم هيدا كنت قايل في مظلة زائد في جيش. طيب اليوم طلع لي ثغرة كبيرة اسمها وزارة الداخلية يلي عم تطرح موضوع حول مش داعش بعكار وبالبقاع، حول حزب الله هون ببيروت. بس ليه هو كمان ما بتطرح انه تعاون من قبل الحزب بالنقاط يلي طرحها بالامس وزير الداخليه؟ يعني حتى الخطه الامنيه قال انها معطله لاسباب سياسيه وليس لاسباب اخرى يعني، وتحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع. يعني الا يتحمل ايضا هون حزب الله جزءا طبعاً هذه المسؤوليه؟ انا ما عم بحكي انه حزب الله قديس وحزب الله لا يتحمل اي مسؤوليه، مش هذا، ما عم بقول هيك، عم بقول انا بالاولويات بهالوقت. شفتي لو ما كان في شيء بالبقاع وبيطلع وزير الداخلية بيعمل اجتماع أول كل مع حزب الله، بيستنفد اجتماعات مع حزب الله وبيطلع بيقول يا إخوين أنا وواجباتي كوزير داخلية عملت كذا اجتماع وطرحت كذا طرح وهيدي الخطة الأمنية الكل قابلين فيها ولكن حزب الله ما عم ينظر. كلام أنا بقول لا جدل حوله، وكلنا بدنا خطة أمنية وكلنا محتاجين، وإنما التوقيت مشكلة في التوقيت. عندنا مشكلة كبيرة بالمنطقة، زائد عندنا مشكلة كبيرة على أرضنا، عندنا داعش يلي عم بتهدد الجيش. شو ليش أنا بتلاقيني دافع عن حزب الله شوي؟ تعرف السبب الرئيسي شو؟ أولا هو مقاومة مش إرهاب، هاي أولا هاي أول نقطة وهي قناعة وهيدي إثبات هو الذي واجه إسرائيل. أولا هو مقاومة، لا أنسى ذلك، لا أنسى له ذلك. اثنين ما بيدق بالجيش، بالعكس بيساند الجيش. أنا هالأمرين ما بقدر حط داعش بي. يعني وين بوصلنا وزير الداخلية بكلامه؟ إنه تعوا منحل قصة داعش حلوا لنا قصة حزب الله، يعني داعش مقابل حزب الله. مش صحيح المعادلة، داعش غير حزب الله. حزب الله لبناني ما بحياته دق بالجيش اللبناني وما وهو في مواجهة إسرائيل ويشكل توازن مع إسرائيل، في حين داعش غير لبناني
دخل إلى لبنان بمشروع تطير لبنان. تطير يعني شو معنى الدولة الإسلامية؟ ويهاجم الجيش. شو معنى الدولة الإسلامية؟ تطير لبنان. زائد على ذلك شغلته يغتال يغتال عناصر من الجيش، شغلته يحرض السنة الجيش ليخرجوا من الجيش. عم بيطرح البغدادي عم بيعلنها صراحة إنه شو عم تعملوا يا سيدنا قاعدين بالجيش، يلا فرطوا لنا هالجيش اللبناني وتعوا لحقوا فينا. هيدا شيء، وتصرف حزب الله شيء. أنا ما بقبل هذه المعادلة إنه إيه هيدا هلأ بنعمل إنه منحل مشكلة داعش مقابل حل مشكلة حزب الله. لا، منحل مشكلة داعش لأنه خطر حقيقة على لبنان، لأنه خارجي عن لبنان، لأنه بدها تفكك لبنان، في حين في مشكلة اسمها سلاح حزب الله. هيدي مشكلة جربنا نحلها ما لقينا لها حل. إيه لما ما بتلاقي حل ما بتنتحري يعني، منأجل الحل. منأجل الحل طبعا. جنرال دوغول، ولكن هون البعض بيقول جنرال دوغول كان يقول دائما كل مشكله لحل فيها افضل حل لها ان نقبل بتاجيلها. هذا الجنرال دوغول. نعم. يعني اللي بس هون كان يعني صاحب الخلاف القرارة اللبناني حول هذا الموضوع الى متى سيؤجل، طالما انه كل الملفات الاقليميه يعني وعلى راس الموضوع الخلاف حول تدخل حزب الله في سوريا، حول السلاح وحول كل هذا المنطق، إلى متى يمكن أن نؤجل هذا الموضوع بوقت أنه كل الملفات الإقليمية لا تبدو أنه حلولها قريبة، لا تلوح حتى تسويات في الأفق، حتى التحالف الدولي ضد داعش عم بيحكي عن 3 سنوات كحد أدنى، فهل بإمكان لبنان أن يبقى منتظراً يعني حل كل هذه الملفات الشائكة لسنوات طويلة؟ وهل نملك الحصانة الكافية حتى نصمد كل هذه السنوات؟ لبنان بده يحط خطة لمواجهة داعش، وهذه خطة تكون متفق عليها من كل الأطراف. اثنين، بده لبنان الأمر الثاني قد ما بيقدر يجرب يقلل من طرح هلأ مشاكل ويركز على مشكلة واحدة. يعني هلأ أفضل شيء نحن داعش تشكل خطر أمني، في مخاطر تانية بدها تأسلم وبدها مدري شو تعمل، شو بدي فيهم؟ هلأ عم تشكل خطر أمني حقيقي. الأمن هو أساس، علينا أنه نحط خطة أمنية. طبعا حطينا خطة أمنية لمواجهة المناطق المسالمة، بس خلينا نحط خطة أمنية لمواجهة المنطقة الحامية مش المسالمة. ولسبب أنا برأيي الأولوية هلأ نقدر نحط خطة نمنع داعش من التمدد، نحط خطة لإنهاء وضعية داعش. بتنفع الخطة في وما في سلاح في البقاع، بعدين لحقين نجيب سلاح. ولازم هلا نجيب سلاح. اذا حطينا لازم هلا نجيب سلاح، بس لحقين بعدين نفتح موضوع حزب الله. انا ما عم بقول حزب الله سلاحه مشروع، كان مشروع لمكان مقاوم، هلا صار سلاح منازع به، ولكن امتين بتنازع بتحطي اولويات. لو ما في قصة داعش كان عندنا موضوع حزب الله، أما بوجود داعش أنا ما بضل بحكي بحزب الله، أنا بحكي بموضوع واحد اسمه داعش، بنهي بسلح الجيش تيقدر ينهي. وهالجيش عكل أحوال مش بس هذا، لازم نقول أنا أفخر اليوم أنه عندي هالجيش، لأنه بحد أدنى من وسائل، حد الأقل من الأدنى من الوسائل عم بيواجه الناس عندهم قدرات رهيبة وتمويل لا حدود له، ومدعومين من دول خارجية بدءا بتركيا ومرورا بيلي بدك من الدول السعودية وغير السعودية، كله هيدا داعي. هذا جيشنا بإمكانياته القليلة الضعيفة بالنزاع حوله، حتى لأنه في عنا نزاع حوله عم بيوقف. هيدا جيش كبير، جيش كبير وجيش وطني. ولسبب أنا هون يعني بدنا نحيي هذا الجيش، وما بدنا نضل نشكك فيه ونقول للي عم بيعملوا عم بيعمل عجيب. نعم أكيد عم بيعمل عجيب، يعني مثل ما بنعرف مثل ما قلت الخلاف السياسي حوله، أولا حول أي خطوة بده يقوم فيها، وثانيا موضوع السلاح. يعني حتى بموضوع السلاح الكل بيقول إنه لازم نسلح الجيش، بس الخلاف معروف يعني إنه في سلاح أمريكاني وسلاح سعودي من ميل، وفي عنا سلاح إيراني مرفوض من ميل تانية، يعني وهذا الكباش الحاصل مثلا، فيعني رح نبقى آخر شيء بلا سلاح يعني، لا من هون ولا من هون. أنا لحلك فيه، لازم ناخذ هيدا الوحدة من النقاط يلي بهاي بدها بحث. أي سلاح أن يأتي من أي مصدر لازم ناخذه.
إذا أنا جد بدي يهمني الجيش وبهمني الأمن وبهمني هالموضوع. بس بالسياسة تختلف الأمور. إيه بس بهيدي السياسة بدها تتبع على شي مبدأ شي مرة. المبدأ أنا مين ما بيسلحني نعم. لازم أقبل سلاحه. نعم. إيه خاصة. ما إحنا بس بدي أشير إنه بالإطار الثاني من الصورة عم نشوف هلأ جولة النائب جنبلاط على عرمون من بعد ما كان بلشها بخلدة كمحطة أولى لهذه الجولة اليوم. تفضل إيه. بس بعدين أنا عم بقول لازم من أي مصدر يجي سلاح خاصة لما تجي هبات. نعم. إنه أنا ليش بدي أرفض هبة إيرانية؟ خاصة وبعلن بشكل واضح وبطلب من إيران تعلن إن هذه الهبة هي للجيش اللبناني بدون أي قيد أو شرط ونحن لسنا ملتزمين مع إيران بأي قيد أو شرط. هيك بقولها بهالبساطة. بس رغم هيك البعض بيشوف أنه قد تؤدي أو تبهد لوصاية إيرانية على الجيش. وإذا الأمريكان ما بقولوا نحن ما بنعطي الجيش سلاح لأنه منخاف أنه يروح إلى حزب الله. وأيضا السعودية نفس الموقف. يعني عم تطلع القصة آخر شيء الجيش عم يدفع الثمن. عم بيطلع قصة. في ناس بدون أول جيش وناس ما بدون أول جيش. هاي القصة لأخليك نسي الجيش. ما بدنا نسلحه لهالجيش. ما في نفوذ إيراني إلا بواسطة الجيش. ما نفوذ الإيراني موجود. إنه فيك تنكري النفوذ الإيراني اللي ممتد من العراق لسوريا للبنان وقفي إذا بيسلح الجيش بيصير عنده نفوذ. إذا ما بيسلح الجيش ما بيعود عنده نفوذ. يعني هذا يعني خلينا ما نضحك على عقولنا ولا عقول الناس. مش صحيح. البعض بيشوف كمان قد تشكل ذريعة إضافية لداعش والجماعات المتطرفة. إيه ما هني داعش مش ناطرين. لمحاربة الجيش. هني مش ناطرين. داعش إذا بيقولوا لي إنه إيه والله ما تاخد سلاح من هذا ونحن فلين عنا. إيه من ببحثها. ولكن إذا ما أخذنا. سلاح وبدون سلاح. إذا ما أخذنا سلاح بالعكس داعش لح تشوف إنه إذا الجيش ما عنده سلاح لح تزيد ضغطه. وإذا بيجي. وبعدين سلاح أنا ما عم بقول من إيران فقط. عم بقول أي سلاح. أمريكي إيراني فرنسي سعودي أن يأتي إلى لبنان. نعم. يجب أن يتقبل. نعم. جيشنا يحتاج. نعم. إلى تصريح للنائب وليد جنبلاط بجولته بعرمون. وعشيري وحدة من ثغور محل وين إخواننا عرب خلدي وكل عشائر العربية لحوران درع وفي مثل أو في تعبير بقال إنه مثل طبق نحاس إذا ضربته هوني برن أواخر درعة. لذلك إذا كان عندي وصية غير حسن الجوار والعلاقات الاجتماعية والانفتاح والحوار على جميع المكونات في لبنان فأنا إن شاء الله نقدر ولازم بمساعدتكم ومساعدة العقال ينعمل الصلحة المطلوبة والضرورية بين الأهل وبين العشيرة الواحدة في سويدا لحوران لقنيطرة لحضر لعرنة. وهذه مهمة جدا لأنه مستقبلنا مش العيش المشترك. مستقبلنا المصير المشترك. من هونيك من هذيك المنطقة انطلقت أنذاك الثورة العربية بال25. لنرجع لجذورنا. هذا اللي حبيت توصيكم فيه لأنه امتداد واحد من هون نيطرة درعة سويدا. شكرا على الاستقبال. منطقة حدودية. ليش هالقد حضرتك مصر على هذه الجولات؟ في خطر بالداخل؟ أعطيت مثل واستوحيت من زيارتي عند الإخوان العرب الأبطال اللي أنا ذاك في معركة حصار بيروت. أنا ذاك أكدت لم يدخل إسرائيل على بيروت بالتسوية السياسية وبالغدر. أنا ذاك بتذكر فيليب حبيب وصار في غدرة بيروت وانسحاب القوات الدولية. لكن نفس المجتمع أو المكونات موجودة من هون لا توصل إلى سوريا. لذلك يعني استوحيت من كلمة الشيخ تحت من العشائر العربية العريقة لأنه عنده نفس الامتداد فوق وعندنا نفس الامتداد فوق. تعطيك لا وليد باي. جعبتك بالسياسة مشكشكة. يلي بتشوفه العين مش مثل الحكي. السياسيين في لبنان عليك بتتكي
لولا سياستك بهالبلد السياسي عحاله بكي ويا ليس بنعرفك شاطر ذكي، وإلا الذكي ما بيعرف الحس الذكي. من هيك المعلم أسس هالحزب الكبير وجابك ملك خرج المملكة. الله يطول عمرك يا والحاضرين. بعد ما استمعنا مشاهدين الى تصريح النائب وليد جملاط من عرمون، اعود لضيف المحامي كريم بكردوني. استاذ كريم، يعني جولات النائب وليد جملاط الى ما تؤشر؟ مما يخشى جملاط بالتحديد؟ انا اولا انا يعني عم بحكي من موقع انسان ما عنده علاقات وثيقه ومع الوزير وليد جملاط، ولبل عندي انتقادات له عديدة يعني، ولكن ما يقوم به أنا برأيي هو جزء من السلم الأهلي. بدأ لمين؟ عمل أولا عمل جولة على الكل، بس أنا بدي أقف عند اثنين. لقاؤه مع الجنرال عون بالتأكيد واحدة من النقاط يلي كانت نقاط بحث خلافا لما تأه هذا قصة رئيس الجمهورية عم تجي بجولته آخر الكل. السلم الأهلي بالمركز السلم الأهلي مع عون حكي بالأساس بقصة الجبل المارون الدرزي، خلينا نحافظ على السلم الأهلي بالجبل، لأنه إذا في حرب بالجبل في حرب بلبنان، إذا في سلم بالجبل بيقدر يحمي ويمتد إلى كل لبنان. هيدي أول نقطة. اجتماعه مع الدكتور جعجع جين جين جملاط جعجع هذا ايه، كمان هذا اجتماع انا برايي اساسي، كمان الرئاسه ما كانت بالمرتبه الاولى. انا بعتقد حتى هي انا ما عندي معلومات بالحقيقه لك، بس انا اعتقادي بالجو اللي كان اولا جو لياقات فيما بينهم، لانه هن قلما يجتمعون. كان في جو من الود يلي بيّن بتبادل الكتب وكل ذلك، وأنا بعتقد الحديث والغدا والحديث تناول أكثر الأمور المنطقة ومخاطرها على لبنان أكثر من قصة الرئاسة، ولكن كمان راحوا حكيوا أنه ضرورة أنه ما يصير مشكلة إسلامية مسيحية ومارونية درزية. أنا بعتقد للي عم يعملوا جزء من السلم الأهلي، ولقاؤه قبل ذلك بالسيد نصر الله أيضا طبعا. أنا قلت لك بدي أوقف عند هودي اثنين، لأنه أنا برأيي ما يقوم به هذا ما يجب أن تقوم به الحكومة، وهذا ما يجب أن يقوم به وزير الداخلية بالحكومة. يعني وزير الداخلية بالحكومة أكيد الوزير وليد جملاط عنده مآخذ على حزب الله قد ما عنده إياها الوزير مشنوق، ولكن سكر الموضوع واعتبر انه هذا موضوع بيعمل مشكله ما بيعمل سلم، فبلع، مش معناتها تغاضى عنها، مش اجلها. ولسبب مطلوب من انا يعني هيك هلا بوجه الوزير مشنوق، موضوع انت بموقعك كوزير داخليه فيك تبحث فيه بالوزاره، فيك تبحث فيه معهم مع المعنيين، وفي اجتماعاتك الحويت عم بيصير معه، فيك تبحثوا بمجلس الوزراء، فيك تطلب طاولة حوار له، بس مش ننزله على الشارع ونعمل منه قصة سنية شيعية. يعني حرام، هلأ ما بيحمل البلد هذا الشيء. موضوع الحقيقة خلينا يلي اتطرق له. خلينا نتمثل بما يفعله وليد جملاط هذا فعل حسن. نعم. موضوع هون موضوع الحقيقه يلي طرحه ايضا الوزير نهاد المشنوق بالامس، حقيقه اغتيال الشهيد وسام الحسن، وانه سيتم الاعلان عن انا 100% عن هذا الموضوع امام المواطنين. اولا بهني، وانا من انا كلبناني بهمني اعرف من اغتال هذا الانسان يلي كان ضمن لي امني، يعني اهميته كان امنك وامني عارف يحميهم، لما قتلوه عم بيقتلوا امنك وامني. نعم. اذا انا من منطق الامني الشخصي من امن القومي تبعي بدي اعرف مين قتله. ولسبب انا هون بقول لما برافو وبهنيه للوزير، ولكن هل فعلا ستعلن الحقيقه؟ يعني على طول في شك عند المواطنين انه لا يتم اعلان كل أنا الحقيقه. انا مثل خصوصا اذا يعني كان فيها حساسيات، او على طول بنشوف في خوف من اعلان الحقيقه. انا هون براهن على، لانه
لأنه أنا صديق بعرفه من سنوات تقديم الصلح للوزير. مثل ما بعرفه أنا برأيي إذا شاف أنه الملف متين يعني متين مش ملف يعني مبني على أدلة على مش إثباتات ملف مركب أو 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 ملف افتراضي، لا ملف واقعي، أنا برأيي عنده ما يكفي من الشجاعة كوزير داخلية أنه يعلم. نعم، اسمح لي توقف مع فاصل إعلاني أستاذ كريم، من بعده منتابع بمواضيع أخرى وعلى رأس موضوع رئاسة الجمهورية. فاصل بنتابع، ابقوا معنا. أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا، وتابع القسم الأخير من هذه الحلقة من برنامج الحدث مع ضيفي المحامي كريم بكرادوني. أستاذ كريم، ملف رئاسة الجمهورية، يعني هذا الملف الذي يشوب النسيان يعني بكثير من الأحيان، وللأسف يعني البلد البعض بيشوف أنه مكمل برئيس وبلا رئيس، الأمور ماشية طالما في هذه الحكومة حكومة الوحدة الوطنية. إلى أي متى سيستمر برأيك هذا الفراغ في سدة الرئاسة؟ أنا برأيي يعني تنكون صريحين مبسطين مع الناس، أنا بتصور أنه الرئاسي مش موعد مستعجل، موعد مؤجل. لمين؟ لا اللبنانيين منهم المستعجلين؟ لا لا. يعني الأطراف بالداخل حتى منهم المستعجلين ولا أطراف الخارج؟ هو الآن هذا الموضوع بات موضوع مؤجل، وعم تجي قبله استحقاقات أخرى. يعني كان بالطبيعي أنه نعمل حكومة ونعمل مجلس نواب، يعني انتخابات، ونعمل رئيس جمهوري، وكانت كلها هاي لازم كانت تنعمل قبل التشرين يعني. لأنه كان في مجلس نواب، حتى مجلس نواب مش ممدد له، كان بعد ما مدد له هايدي لازم كانت من سنتين تعمل. هلا ما صارت، هذا البرنامج تنفذ نقطة منه وهي حقوق الحكومة. ما تنفذ الباقي، قانون انتخاب وانتخاب من ثم رئيس جمهورية. نحن هلا صرنا أمام مسألة أكثر تعقيدا. شو أكثر تعقيدا؟ يعني هلأ في كل الخلافات داخل الحكومة، الحكومة قبل اجت بزخم، حاليا فيها خلافات داخل الحكومة، في خلافات عدة. يعني امبارح طلع خلاف على طريق على الزفت، على الزفت يعني بين وزير الأشغال ووزير بسيط. يعني هلأ صار في هذه الحكومة الموحدة اللي لازم كانت هي تدفع باتجاه انتخابات فرئاسي، بدك مين يحافظ عليها هلأ؟ من الكهرباء والزفت للأمن والسلاح، هاي واحدة. اثنين، مسألة رئيس الجمهورية صار فيها هلأ إذا بدك تداخلات خارجية وداخلية. يعني ما كان في بالأول هذه التدخلات؟ بس ما كانت بعد أخذت هذا الطابع. يعني ما كان، يعني على سبيل المثال ميشيل عون من الأول قال أنا إذا ما عندي طرف سني وبالذات المستقبل أنا ما بقدر أحكم، مش ما بقدر أوصل فقط، حتى إذا وصلت بوسائل أخرى يعني ما بقدر أحكم، بدي الطرف السني تقدر أحكم. هيدا وسعى، والاجتماعات كانت تعطي جو جيد. ويعني أنا سامع كلام من الجنرال عون أنه الحريري كنا نحن تقربنا جدا، يعني ما قيل تحالفنا بس قيل صار في تقارب. صحيح. وصار في ود شخصي، وبعدهم حديث هلا بيحكوا مع بعضهم. يعني انتبه ما انقطعت هيدا الوقت، كانت اول شيء في قطيعه بين المستقبل والتيار الوطني الحر. هلا على الرغم من عدم الاتفاق، وهلا بنقول سببه، ما رجعوا الى القطيعه هلا بعد التواصل القائم. نعم. ولكن هذا الاتفاق والود اللي عم تحكي عنه كان وصل لمرحله القبول من تيار المستقبل بالعماد عون رئيس الجمهوريه، ام فقط كانت حدود الحكومه والبيان الوزاري والملفات الداخليه؟ انا اعتقادي كان على قاب قوسين مثل ما بيقولوا وادنى من انه يوصلوا على ما الذي عدا وعرقل. وكان في طرح عند الجنرال عون، انا برايي طرح انا من نادي فيه من الهيدي، وطرح لازم نقوله لانه طرح وطني. شو هو الطرح؟ انه اليوم لما كان رئيس جمهوريه، بدك تعطيني 3 دقائق، لما كان رئيس جمهوريه عنده كل الصلاحيات مفهوم،
كانوا كلهم يسعوا انه يكونوا مشاركين برئاسة الجمهورية وبانتقاء رئيس الجمهورية، لأنه هو كان كل شيء قبل الطائف. نعم. لأنه كان عنده كل السلطة التنفيذية، وبالتالي كان هو انه ما بنقدر نحكم بلبنان الا من خلاله. هو كان يعين تقريبا رئيس الحكومة، مجلس النواب عنده أكترية، هو كان يعين رئيس مجلس النواب. بعض الطائف لا، الصلاحيات انتقلت من عنده وبات هو إذا بدك مثله مثل رئيس المجلس وأقل، رئيس مجلس حكومي وأقل، ومثله مثل رئيس مجلس نواب. شو عم بيصير برئيس الحكومي ورئيس مجلس نواب؟ الأكثر في عند السنة يأتي طبيعيا رئيس حكومي، الأكثر عند الشيعة يأتي طبيعيا رئيس لمجلس نواب. يجب تطبيق هذا المبدأ عند المسيحيين. عند المسيحيين، إنه الأكثر عند المسيحيين يجب أن يكون رئيس جمهورية. هلأ بعد ردة الفعل كما كانت قبل الطائف، إنه إيه مظبوط الشيعي لازم يكون شيعي والسني لازم يكون شيعي سني، أما رئيس جمهورية فكلنا بدنا نشارك فيه. بالحقيقة حان الوقت يعني، وهذا الطرح إنه إذا بدنا نروح إلى دولة متوازنة ويشعر المسيحي إنه هو مشارك حقيقي ونشعر باستقرار، بده يكون رئيس الجمهورية ذات طابع تمثيلي. نعم. أنا برأيي مثلا على سبيل المثال واحد من الأربعة، سليمان فرنجية، أمين جميل، سمير جعجع، ميشيل عون، لهم طابع التمثيلي وبيشعروا المسيحيين أنهم يمثلونه. مش بالضرورة أنه هون العماد عون عم بقصد أنه هو اللي عنده طبعًا الأكثرية. طبعًا. هلا شو الفارق بين هالأربعة وميشيل عون؟ لسبب عم بحكي انه له أفضلية، انه عنده الأكثرية. نعم. الباقيين طب اذا ما حدا من هالأربعة كان له الحظ او يعني تنكمل عدديا بمجلس النواب او انه يربح. هلا لما صارت المفاوضات وعملها ميشيل عون، عمل خاصة عم بحكي المفاوضات مع السنة ومع المستقبل بالزيت، أنا برأيي صار في تقارب جدا، لأنه فكرة ميشيل عون انه بيجي هو رئيس، بيجي نبيه بري رئيس مجلس ورئيس سعد الحريري رئيس حكومي، على رئيس حكومي، وبالتالي هذا ثلاثي قوي بيقدر يعمل دولة قوية، بيقدر يواجه كل المشاكل من داعش وغير داعش. شو يلي خربط هذه المعادلة؟ سعودية. سعودية 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 على العماد عون، سعودية حط فيتو على ميشيل عون، ومن ذلك الحين توقفت الأمور. ولسبب عم بقولك مش قريبة، لأنه مدام هذا الفيتو السعودي قائم معناتها ما في رئيس جمهورية. ولن يتراجع العماد عون وحلفائه عن ترشيحه إذا طالما هذا الفيتو السعودي موجود. ما له حظ العماد عون إنه يفوز برئيس الجمهورية. هل نبقى بدون رئيس للجمهورية أم نسعى إلى تسوية أو إلى رئيس توافقي؟ بس في لك شيء، مش الحق على اللي له حق إنه منقول ما عم بيتراجع. ما بدك يلي ما له حق، يعني اللي حاطت فيتو هو يلي لازم يتراجع. خلينا نقول بين الفيتو السعودي والموقف المصر للجنرال عون على ترشيحه، إذا بده حدا يتغير ما بنطلب من الجنرال عون إنه أسيدي أنت بنسيها هالقصة بليها وروح عود ببيتك، ونقول له خلينا في فيتو سعودي لازم نؤتمر فيه. طيب شو بنعمل؟ بننتظر حتى السعودية تغير رأيها؟ وما الذي يمكن أنا أن يزيل هذا الفيتو السعودي؟ ما لازم نقبل، ما بعرف، أنا بعتقد الأمريكان يعني بدي جاوبي، بس خليني أقول بالمبدأ مش الجنرال عون هو الذي يمانع، مثل ما كل الإعلام ماشي وكل الرأي العام كمان بيعتقد مش الحق على الجنرال. أنا برأيي بهالقصة الحق على السعودية. هلأ الجنرال إله حق يضل مصر على هذا، أنه على ترشيحه وما يخضع للفيتو السعودي. من هون وطلوع بقول لك يلي ممكن نتوقع، أنه أنت عم تسألين يعني لأي متى ستستمر هذه الأزمة؟ شوفي لا شك أنه المنطقة في حوار الحديث الآن ما منعرف إذا ناجح أو فاشل أو بلش أو ما بلش، يعني اللي كقداش غامض. حوار سعودي إيراني. وأنا بعتقد هالقصة تتحلحل، مثل ما فجأة صار في اتفاق حكومي قعدنا مع حكومة نجيب المئتي مدري قداش هيدي قدي بقي مكلف قداش قعدنا وفجأة طلعت الحكومة بين ليلي وضحاها مثل ما بيقولوا. أنا بعتقد ليش؟ لأنه صار في تفاهم. أنا بعتقد
هلأ رئيسة الجمهورية معلقة على تفاهم إيراني سعودي. طيب شو يلي بده يسرع بهذا التفاهم؟ يعني بنيويورك شفنا اجتمعوا وزيري الخارجية، تفاءل الكثيرون خيرا، رجعنا شفنا تصريحات نارية من قبل وزير الخارجية باتجاه إيران بالموضوع السوري. أنا لحلي الخلاف السعودي الإيراني لا يتعلق بلبنان، تنقول مختلفين عن لبنان. أنا برأيي أساساً الخلاف على سوريا والعراق وما أثر عنا اليمن وكل هذه التطورات. خليني أقول إذا مش لبنان هو موضوع الخلاف بين الاثنين، لبنان بياخد نتيجة إيجابية من تفاهمون وبياخد نتيجة سلبية من عدم تفاهم. للسبب أنا نحن أهل اللي تعودنا على 15 سنة حرب بنعرف إنه هاي اللعبة مش بإيدنا. يعني قد ما بنتفلسف ومنصير ننظر، هاي اللعبة مش بإيدنا، لازم نعترف بحدودنا. نحن اللعبة بإيدنا إنه يقدر يتقارب المستقبل مع التيار الوطني الحر، هاي دي حدودها. ولكن صناعة رئاسة الجمهورية هلأ باتت من خلال اتفاق إيراني. نعم. شايف ملامح إيجابية على هالخط؟ لا بعد ما بلش أنا برأيي، بس لابد أنا بعرفه لما بلشوا يصعدوا التصعيد ممكن يكون جزء من المفاوضات. يعني بالمفاوضات ممكن أنت تعلي كلام أو تبدأي بتعلية الكلام تتفوتي على المفاوضات من موقع قوي. نعم. وبالتالي هيدي طبيعة المفاوضات. يعني أنا ما بتفاجأ للسبب للي عم نسمعه هلأ هو إما نتيجة بعد اختلفوا على شيء أساسي، مش لبنان، مش رئيس جمهورية لبنان بالتأكيد، أنا برأيي سوريا. إما اثنين عم بيصعدوا تيفوتوا على المفاوضات اثنيناتهم إذا بدك تقولي قادرين، يعني بتصعدي ممكن التصعيد يكون بداية لتنازلات. نعم. مش بالضرورة يكون بداية التعطيل. أنا من القائلين هناك في الأفق، ما تقولي لي أمتين، هناك في الأفق يعني يمكن سنة يمكن سنتين. أي طبعا طبعا طبعا، هذه الدول السعودية نفس طويل والإيرانية نفس أطول، بيعملوا خيط سجاد مليون 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 قطعة بالسجاد الوحدي. طبعا هودي الناس نفسهم طويل طب ونحن بهالوقت يعني نحن بدنا نحافظ، شو بيصير بنضل على هذه الحكومة مع مجلس نواب ممدد لإله؟ نحافظ على هذه الحكومة، نحافظ على هذه الحكومة. اثنين أنا بفضل إذا فينا نعمل انتخابات نعمل انتخابات، انتبهي مشان ما نضل بالحالة. يعني مجلس نواب ممدد له مرة وممدد له مرة تاني، شرعيته الشعبية ضعيفة. أنا بحتاج لمجلس نواب يكون عنده شرعية شعبية، يقدر مش بكرة يجي ومصير نشارعه إذا بيشرع أو ما بيشرع. يعني طيب مش موجود هلأ، ما رح نعمل طبعًا انتخابات طبعًا. رح هو على التمهيد. بالأصول لازم نفكر، إذا مش هلأ معلش شيء، ما نحن كمان ما نحط حل. طيب إذا اتفقنا إنه هذا الوضع لست شهور مش لسنتين ونص مثل ما عم بيقولوا، إنه وخلال ست شهور تمديد لازم تقني يعني بهالمعنى طبعا تقني سمية اللي بدي، لا هذا سياسي بهذا بإنه لازم نروح على مجلس نواب مثلا لأنه هي ممكن نعملها. هلأ نسيلي هاي لأنه يعني مش الموضوع المطروح. طيب انتخبنا مجلس نواب هون البعض بيقول رح تسقط الحكومة تلقائيا، فيعني مين بده يرجع بنصير بلا حكومة؟ مين بده يرجع يعمل استشارات حتى نسمي رئيس للحكومة؟ نوصل عليا بنصلي عليا، لأنه لما بيطلع مجلس النواب أنا برأيي إذا صار انتخاباته المجلس النواب المنتخب أول شغلة حيعملها حينتخب رئيس جمهورية. يعني هذا المجلس النواب يلي عم بيستحيل عليه بسبب عدم وجود أكثرية، عم بيستحيل عليه يعمل رئيس جمهورية. خليها إذا إجا مجلس جديد هيدا يمكن يجي مثله، تنكون واقعيين معك، بس ممكن كمان يتغير 5-6 أصوات بصير في أكثرية. وبالتالي بيقدر ينتج أولا رئيس جمهورية قبل ما ينتج الشيء الثاني. أنا هدفي أنه إذا مجلس النواب يجب يكون وسيلة لا إما هذا المجلس يصير في تغيير قوى، وهون دور ولي جنبلاط كبير. أنا برأيي دور ولي جنبلاط أساسي، ولسبب حركته مهمة وإن شاء الله تكون حركته جزء من خطة أنه من بعد ما عمل كل هاو يروح يتجه إلى هون. على سيرة النائب وليد جنبلاط يعني عم بيحكى أنه عم بيسوق طرح لانتخاب العماد عون لسنتين فقط، وأنه حتى جولته على يعني على معراب وعلى قبل العماد عون والسيد نصر يعني كان لتسويق هذا الطرح. شوف
شوفي أنا ما عندي معلومات أنه عم بيسوق هكذا، يعني أنا هذا اللي عم بينحكى، لا أملك يعني هذه المعلومات، بس ما أستطيع أن أقوله أنه لا شك بين وليد جملاط للي كان يقول في فيتو على، كان يقول في فيتو على، كان يحكي عن اثنين، يقول في اثنين ما بيقبلوا، سمير جعجع وميشيل عون. طبعا سمير جعجع مفهوم ما بيقبلوا، بس يعني معناتها الفيتو كان على ميشيل عون. نعم. طيب اليوم يصير بهالعلاقة الطيبة المتقدمة مع ميشيل عون بصورة خاصة، أنا بعتقد وعم تتحسن مع سمير جعجع، انتبه، معناتها عم بيحضر حاله، حطي حال، ليش عم بيعملهم كلهم؟ في سلم، في سلم الأهلي وسلم الجبل، بالتأكيد هذا همه الأول. نعم. ولكن هذا ممكن أن يجر بمرحلة تانية شخصية كوليد جنبلاط أنه تنتقل إلى مسألة رئيسة الجمهورية، وخاصة أنه هو الذي يستطيع أن يرجح، يعني بدونه ما في أكثرية، معه إذا راح مع المستقبل في أكثرية، إذا راح مع الثمانية أزهار بيصيروا أكثرية، وبالتالي أنا أتوقع على طريقة وليد جنبلاط نهاية هذه الجولة ليس فقط أنه أمننا السلم الأهلي، وإنما انتقلنا إلى حل رئاسة على في مرحلة أخرى، بس هون يعني طرح السنتين هل له حظ؟ أنا ما عندي معلومات، وأنا ضده على الأحوال، لأنه هاي أصلاً عماد عون بيقبل فيه برأيك؟ ما هو ما بدي قلي أصلاً إذا انطرح على العماد عون، أنا ما بعرف إذا انطرح عليه، إذا انطرح ما لح يقبل بفكرة تقصير ولاية رئيس الجمهورية بالمبدأ، لأنه بتصير كل انتخابات كيف منحلها؟ منقصر ولاية رئيس الجمهورية، يعني بنهاية بنهاية المطاف بصير رئيس الجمهورية، بدل ما يقعد لست سنين بصير عندنا بدنا كل سنتين نعمل رئيس الجمهورية، إذا نعمل مشكلة. أنا بعتقد هذا الطرح بالمبدأ ما لازم نتبعه، مخالفا للدستور وما وسابقة خطيرة. اثنين، أنا بعتقد ميشيل عون مش قابله. ثلاثة، ما بعرف إذا صحيح حتى إذا طرحوا وليد جنبلاط بيمشوا الباقيين فيه، يعني خلينا نحطه لسبب أنا أستبعد مسألة، أستبعد بالمبدأ وبالواقع وبحركة وليد جنبلاط أن تقوم على فكرة انتخاب رئيس جمهورية لسنتين، أو انتخاب ميشيل عون لسنتين. هون يعني كمان بدها تعديل دستوري، وبدك يعني أمور كثيرة، ما في اليوم أصلا مؤسسات كافية لحتى إذا ما نفترض في توافق، ما في حتى يعني يمكن طرق دستورية للخروج بهكذا تلتين، وين بتجيب التلتين بهال، ما عم نقدر نأمن أكثرية بهالمجلس، كيف بدنا نأمن التلتين؟ يعني أنا ما بعد أنا بتصور الشيء عودة إما عودة التواصل بين ميشيل عون وسعد الحريري، هذا حل. ما سقط نهائيا لأنه التواصل بعده قائم، بس ما عم بيتقدم. اثنين، رفع الفيتو بسبب اتفاق إيراني سوري، لأنه أكيد بتكون جزء من الاتفاق. إيراني سعودي مش سوري، إيراني سعودي، أنا قلت سوري. ثلاثة، الاحتمال الثالث أنه وليد جنبلاط يقدر من حركته يكون نتيجة هو والرئيس بري، هو بغض النظر عن توافق سعودي إيراني، يعني معلش ما هني ملتهين بغير شيء، حاطين أولويات، لا هني مش عقلهم هلأ برئيس الجمهورية، بس ما زال حاطين فيتو، يعني كنا عم نقول لأنه انطرح، يعني لأنه انطرح، بس إذا ما بتطرح عليهم بعدين. أنا بعرف كيف بتصير الأمور، ما هي بتكون باكيج ديل، يعني بيكون في عدة مسائل، يكفي إنه السعودية تأخذ مسألة من المسائل يلي بدها، ولا عندها هموم يعني السعودية كان بالعراق، يعني أو باليمن أو بأماكن أخرى، عندها هموم خاصة ما يحدث باليمن، يعني اليمن بوابة الخليج، يعني ما بدنا نضيع الموضوع، بس اليمن بوابة الخليج، الدولة الكبرى الخليجية بالنهاية اليمن، وبالتالي ما يحدث في اليمن ولا عم بيسيطروا على باب المندب، وعلى ما يحدث في اليمن بالعقل، بمصالح الأساسية للسعودية أهم بكتير إذا بيجي جنرال عون أو ما بيجي رئيس الجمهورية، لسبب مش بالأولوية، لسبب نحن بهيك فرصة أمريكا مش مهتمة هون. كم بدي أختم معك أنا بأمريكا آخر شيء، إنه أمريكا بالموضوع كله يعني فايتة بهالتحالف، منا مستعجلة على الحل كما يبدو، ومستفيدة من استنزاف كل الأطراف. ممكن نحن نقول ما فينا نعمل شيء بدون الخارج، هذا حل، يعني بننتظر، أو نقول لأنه هذا الخارج حالياً مهتم بغير شيء، خلينا نحن
نعمل شيء بالداخل ويطلع رأي جمهورية لبنان. أنا بدي قرار لبنان. أنا بدي أشكرك المحامي كريم بكردوني على حضورك وعلى هذه الحلقة. أهلا وسهلا فيك من جديد.